وخلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، أكد الدكتور محمد مبارك جمعة الكاتب والمحلل السياسي على استمرار النظام القطري بسياسته العدائية تجاه البحرين التي أخذت أشكالا متعددة سياسيا وإعلاميا واجتماعيا وحتى عسكريا. استمر في الواقع الاعتداءات القطرية على مملكة البحرين رغبة من هذا النظام في الإمعان في العداء ومحاولة لضرب كل المنجزات التي تحققت في حضارة مملكة البحرين وفي تنميتها وعمرانها وفي حياتها السياسية والديمقراطية والمدنية. طبعا النظام القطري يعني متورط حتى النخاع في مؤامرات على مملكة البحرين وعلى غيرها من دول مجلس التعاون والدول العربية. ومملكة البحرين هي واحدة من أكثر دول المنطقة تضررا من سياسات هذا النظام يعني متحالف مع التنظيمات الإرهابية والراغب في تنفيذ مخطط شرير يهدف إلى إسقاط حكومات المنطقة واستبدالها بميليشيات وأنظمة تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين وتابعة لمختلف المنظمات الإرهابية التي تتحالف مع النظام القطري.